يا هلا فيكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا في برنامجكم جدد حياتك، البرنامج اللي زي ما ذكرنا يأتيكم يوميا في تمام الساعة 10 صباحا من الأحد إلى الخميس، ونتكلم فيه عن مواضيع طبية وصحية ورياضية، وأيضا نتحدث عن التغذية والتجميل. أنا صراحة جتني رسائل كثير من الناس اللي أعرفهم، يعني رسائل لجوالي يقولون أنت يا وهيب يعني متعصب لرياضة ركوب الدراجات. أنا مارس رياضة ركوب الدراجات، رياضة أنا أحبها صراحة، لكن فعلا هذه الرياضة جدا مهمة وجدا منتشرة بشكل جدا كبير. دورنا إحنا طبعا نوعي الناس بأنهم يستفيدون منها بشكل جدا كبير. الناس اللي كانت تقول أول أن الرياضة هذه بس للرجال والبنات ما تنفع لهم، الرياضة هذه لا مقتصرة فقط على الرجال، لا اليوم مستمعينا ومشاهدينا راح يكون عندي هنا في البرنامج، أو يسرني أني أستضيف عبر الهاتف الكابتن دانيا عدنان، نموذج للدراجة الرياضية اللي قدرت أنها تستمتع بهذه الرياضة وقدرت أنها توصل لمراحل كثيرة. تفاصيل كثيرة أنا ما راح أتكلم فيها، راح أخلي الكابتن بنفسها اللي تتكلم. كابتن عدنان دانيا، صباح الخير. صباح النور، شرفتينا في البرنامج. كيفك بعد العيد وبعد الزحمة حقت العيد؟ والله أول حاجة لي شرف صراحة بالاستضافة في البرنامج، وعيدك مبارك، كل عام وانتم بخير. الله يبارك، حي المستمعين كمان وأقول لهم كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله. شوفي كابتن، احنا متعودين عليك انك ما شاء الله سريعة في الميدان، هنا نبغى نروق قهوتك جنبك ونبغى نسولف، لأن الموضوع جدا مهم ناخذ تفاصيله بشكل كبير. أول شيء، وش اللي خلاك تفكرين بالدراجات؟ يعني ما لقيت رياضة غير الدراجات؟ والله أنا يعني من وأنا صغيرة أصلا أتابع دائما الرياضة، أتابع الأولمبياد، أتابع كل أنواع الرياضة. إيش لي خاصة الدراجات؟ ما كنت أتخيل أنا أقدر أمارس الدراجات يوم من الأيام، بحكم إنه ما كانت متوفرة يعني في الرياضات بالنسبة للنساء. كنت أحب الدراجات أكثر شيء، والتنس والأرشري اللي هو رمي الأسهم. ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. كنت دائما أتابعها في الأولمبياد، بس بعدين لما كبرت بدأت رياضة النساء حقت الدراجات. طبعا ما بدأت رياضة احتراف، بدأ الناس يخرجوا بس كتمشية كتورينج مع بعض، فهذه بداية تغيير جو، وركب دراجة بتمشى مع صحبات على البحر. بداية يعني كانت مسافات بسيطة، يعني ما تتعدى 10 كيلو حتى. بعدين بدأ عندنا الاتحاد السعودي للدراجات، طبعا يعني شكرا لهم إنهم بدأوا يسووا سباقات وسباقات العنصر النسائي، هذا اللي خلى كل البنات في البداية إنهم يتحمسوا. طبعا ما شاركت في السنوات الأولى من السباقات يعني. بعدين قررت أشارك من هنا، يعني هنا النقطة، هنا النقطة، قررتي إنك تحترفي هذه اللعبة. طبعا صراحة أول سباق دخلته هو اللي يعني غير تفكيري كله عن الدراجات. نفس نوع السباق، الحماس حق السباقات، اللي صار في السباق، التنافس اللي صار هو اللي خلاني أبغى أسابق، ما أبغى بس الدراجات تمشيها. يعني قبل ما ندخل في التفاصيل هذه، أنت قلتي أبغى أجرب، يعني شفت المجال انفتح عندك أو وصار مسموح أن الواحد يقدر يحترف هذه الرياضة، يقدر يطلع يمارسها بشكل في أي وقت في أي مكان. هذا السبب الأول اللي خلاك تبدأ تدخل في الاحتراف في هذه اللعبة. بالضبط. طيب ممتاز. يعني اختيارك للدراجة ما كان بالصدفة، متابعة من زمان. طب ليش ما رحت للتنس ولا رمي السهام؟ هي الدراجات أهم شيء، أنا أصلا ألعب تنس. يعني أهلي كلهم، أبويا الله يسعده وأخواني كلهم يلعبوا تنس، موجه لهم تحية. طيب فأنا ألعب تنس معهم، وما زلت ألعب تنس بس بشكل جدا هاوي يعني. الدراجة اللي تحمست فيها قلت أبغى أتميز عن أهلي يعني كذا وأطلع من ال طيب ممتاز. طيب المرحلة الأولى أنك صرت تمارسينها، طيب ما كان في أحد معك مدرب، أكيد رياضة زي هذه يبغى لها
لياقة معينة، يبغى له تكنيك معين، يبغى له يعني في تفاصيل برضو في ناس يمكن ما تعرفها، اللي هي لبس معين، الشوز المعين اللي يكون ثابت في الدراجة، هذه التفاصيل من اللي علمك عليها؟ طبعا طبعا، يعني أنا بعد أول سباق، طبعا أول سباق دخلته من غير ولا أي شيء كذا، مجرد هاوية، لا شوز معين، لا مدرب، لا حتى يعني في كمبيوتر، اسمه عندنا كمبيوتر دراجة جوا الجارمن، ولا أي حاجة، بس كانت تجربة. بعدها يعني جراءة منك صراحة، يعني ما شاء الله جراءة أني بدخل سباق بس ولا أفهم فيه ولا استعديت ولا شيء، بس بدخل بجرب نهائيا، ولا كان عندي شيء اسمه غذاء صحي ولا نوم، يعني انت عارف انه في الدراجات لازم نوم بدري. انا ما اعرف، ما اعرف شيء انا صراحه، ابغاك انت تعلميني. انت اليوم انت الكابتن، انا مذيع اليوم. زي كل الرياضات، الغذاء الجيد والنوم هم يعني من اساسيات الرياضه، اي نوع من الرياضه. صحيح. طبعا هذه الاشياء انا بالنسبه لي ولا حاجه ثانيه. في اول سباق هذا عام كم كان كابتن؟ 2021. 2021، والله فتره. فبعدها اول ما دخلت من السباق قررت، راح تكلمت مع زميلة لي هناك، تعرفت عليها أصلا بعد السباق، هي اللي قالت لي على الشوز حق الدراجة، هي اللي قالت لي على الجارمن، وهي قالت لي إنه لازم يكون عندك مدرب. بعدها خلاص على طول على طول قررت إنه إيش هذه الأشياء كلها أسويها، دورت على مدرب، لقيت مدرب، اشتريت الجزم الشوز، واشتريت الجارمن حق الدراجة. في أشياء كثيرة في الدراجة كثير تساعد يعني، بس هذه كانت بداياتي. نوع الدراجة، نوع هذا طبعا الدراجة، مقاس الدراجة، الواحد ما مو بأي دراجة أركبها ويمشي. طبعا يعني هذه الأشياء المدرب هو اللي ساعدني فيها كثير، نوع الدراجة، بعدين مقاس، الفيتينج، هذه الأشياء كلها جات بعدين. يعني أنت بعدين أصلا تطلع أكثر على الدراجة وأنت تطور من نفسك. صحيح. أنواع الدراجة كيف تشتريها، أنواع التمارين كمان مع مدرب، التغذية معينة، شغلات طبعا. وما زلنا في ميدان جدد حياتك في حديثنا اليوم عن رياضة ركوب الدراجات للنساء، وأكيد ضيفتنا الكابتن دانيا عدنان، بطلة في مشاركة، بطلة سعودية في رياضة ركوب الدراجات. اليوم راح نستفيد منها ومن خبراتها، وراح نعرف كيف هي بدت احتراف هذه اللعبة. أكيد سمعنا قبل الفاصل بدايتها كانت تتحدث عن أنها قالت تجرب، وكانت تجربتها جدا بسيطة، ومن بعدها قادتها إلى الاحتراف. طيب كابتن، بعد ما صار عندك مدرب وبدأتي في جدول التمارين، أكيد التمارين كانت صعبة ومتعبة، هذا ما أعطاك شوي كذا يأس، أو قالك قلتي في نفسك والله هذه الرياضة متعبة ومرهقة وما أبغى أكمل؟ بصراحة لا، ما جاني الإحساس هذا مرة، لأنه اكتشفت يعني أول يعني من خلال يمكن شهرين بس مستواي مرة فرق. طبعا الالتزام والاستمرارية يعني، وحب يعني اللعبة كمان بعد. طبعا يعني أنا أحبها من زمان، بس كان في يعني مو كل الناس عندهم الالتزام اليومي بالتمارين والاستمرارية، وإنك أنت تكمل عدد الساعات اللي يعطيك هي المدرب. طبعا في البداية يعني شوية عدد الساعات كان صعب، إنك تكمل مثلا ساعتين ولا ثلاث ساعات كان شوية صعب، بس كان إنه أبغى أشوف مستواي يتحسن. بعدها شاركت بأول سباق، كان سباق في اليوم الوطني، السلام، وحققت في المركز الأول. طبعا ما شاء الله تبارك الله. هنا أنا خلاص قررت إنه يعني أعطاني حافز مرة كبير، مدام قدرت إنه أجيب المركز الأول أعطاني حافز مرة كبير إنه أنا أستمر. كانت التدريبات أصعب، وكل ما راح تكون أصعب، بس هذا يعطيك طموح، يعني حط هدف قدامك وتبي توصل له. طيب تقريبا بعدها بخمس شهور هذه الفترة اللي أنا بدأت فيها التمارين مع المدرب، كان مدرب المنتخب في سباق كان في الرياض، كان مدرب المنتخب موجود هناك، وأنا من البنات اللي اختارهم في أول، كانت أول مشاركة للبطولة العربية بمصر كانت، ما شاء الله. فطبعا كل ما يعني هذا المنتخب، يعني هذا حلم كل بنت انها تكون مشاركه في المنتخب، فاكيد هذا هو كان صراحه اكثر حافز لي. هذا طموح اي شخص صراحه، انه يمثل المملكه العربيه السعوديه في اي محفل دولي. طيب ورحت لمصر. ايوه. وهذه كانت اول مشاركه للسيدات في المنتخب السعودي،
وقدرنا نحقق فيها أنا وزميلتي بميدالية برونزية، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. يعني هذا كل واحد منهم. يعني بطولة عربية كده مستوى التنافسية جدا عالي فيها. إيه طبعا، وانتم يعني على كلامك من التاريخ اللي ذكرت لي اياه انك كنتوا نقول شوي ما داخلين الاحتراف، توكم مبتدئين في الاحتراف. طبعا بالنسبة لكل بنات السعودية يعني كانت رياضة الدراجة لسه دوبها في بداياتها، يعني يمكن أكثر واحدة ممكن تكون أقدم واحدة من البنات تكون بدأت سنة 2020 أيام الكورونا، والباقيين كلنا بعد يعني. فمقارنة بالمستويات العربية اللي كنا هنا يعني شفناهم هناك، كانوا بادئين قبلنا بمراحل 10 صحيح سنين قبل، صحيح، فطبعا المستويات كانت مرة قوية، بس انه حققنا ميدالية برونزية صراحة هذا كان مرة فخر. اي انجاز كبير صراحة. ايوه طيب بعدها، بعد هذه المشاركة، ايش كان عندك مشاركات أخرى؟ مشاركات مرة كثير يعني. يعني أتوقع أي سباق في المملكة الآن أنت تكون مشاركة فيه، صحيح؟ ايوه الحين عندنا اصلا في المملكة في الدوري السعودي يعني أندية وبنات كثير طبعا، كل يعني مثلا احنا انا وخمسة من البنات في نادي، في كل نادي في تقريبا 5 أو 6 بنات هم يمثلوا النادي، وكثير بيننا سباقات بشكل تقريبا كل أسبوعين تقريبا سباقين. هذا بشكل محلي في المملكة. بالنسبة للمشاركات الخارجية والله مشاركات مرة كثير، بس يعني عدد الميداليات الحمد لله اللي حصلتها إلى الآن 22 ميدالية خارجية ما شاء الله تبارك الله. يعني بين خلال بطولات آسيوية، السنتين هذه أيوة في خلال 2 ونص بين آسيوية وعربية وخليجية. ما شاء الله تبارك، صراحة النموذج والله الواحد يفتخر فيه جدا. طيب دانيا، لو في أحد أو في الناس اللي الآن قاعد تسمعنا، واحدة والله حابة اللعبة هذه تبغى تحترف هذه اللعبة، وش الخطوة، أول خطوات اللي تنصحيها أنها تعملها؟ أول حاجة طبعا أول شيء لازم عندها دراجة، لازم يكون عندها الاكسسوارز حق الدراجة اللي هو الجارمن أهم شيء، الشوز هذه أهم شيئين. طبعا لازم تتواصل مع مدرب، في مدربين كثيرين سعوديين وبرا السعودية، لازم يكون عندها مدرب هو اللي يعرف كل شيء عنها ويوجهها ويرسل لها تمارين ويتابع معاها. لازم الأكل 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 والنوم، يعني الغذاء الصحي وما تخبص في الأكل والنوم. طبعا النوم وغير النوم لازم تضحي بإيش؟ بالخروج الكثير، بالعزايم، يعني صراحة لازم تنام بدري، يعني يمكن 10 9 تنام، لأنه هو النوم الليل هو أحسن شيء للرياضيين، صحيح. والنوم يعني 8 ساعات يا دوب للرياضيين لازم 8 ساعات. فطبيعي إنه إذا في السعودية لا ناس يناموا كده، فطبيعي إنه هو ما يقدر يسهروا، لأنه كل الخرجات اللي في السعودية والعزائم عندنا تبدأ بعد الساعة 8، صحيح. لازم فأتوقع لازم تضحي بهذا الشيء، يعني هي التضحية مرة مهمة، يكون عندها هدف وطموح وما تستسلم أبدا إذا ما قدرت توصل في البدايات، لأنها في يوم من الأيام حتقدر توصل وحتقدر تحقق. طبعا الالتزام والاستمرارية. طيب سوت هذه الأشياء كلها، الخطوة الثانية عشان تحترف، عشان تدخل مجال مسابقات وأندية وتصير مشاركة، التزمت بهذه الأمور كلها واشترت دراجة وأمورها كلها تمام. طيب الآن تبي تدخل مجال الاحتراف، طيب تبدأ أول شيء تدخل على النادي، تروح تبدأ تسجل خلاص أي نادي من الأندية السعودية اللي موجودة، أي نادي من الأندية السعودية تسجل فيه، مفتوح المجال، مفتوح المجال، تمام، وتشارك في الدوري السعودي. هناك في السباقات نفسها طبعا تكون دائما موجودة مدربة المنتخب، فهي اللي تختار النخبة من البنات عشان يعني حتى لو ما راحت منتخب، مجرد انها موجودة في النادي هذا تعتبر خلاص بدأت انها طبعا طبعا مرحلة الاحتراف في بدأت الدراجة، مسيرة الاحتراف حقتها. صحيح صحيح. طبعا وهي اصلا حتشوف نفسها انها تطورت بجانب التمارين، ترى السباقات تطور مرة، وغير كذا هي تشوف مستويات مختلفة من البنات وبنات من مناطق مختلفة كمان، هي تتعلم منهم وتحاول تسوي زيهم تبادل فتتطور. خبرات يعني قصدك. طبعا ممتاز. طيب اللي يسأل يقول انه هل بس مجرد انه يكون فيه لياقة ووفرت الأشياء هذه اللي عندها، هل خلاص تعتبر هذه أولى خطوات النجاح في الاحتراف في الدرجة، أم في تكنيك معين؟ يعني كل الرياضات الآن كابتن دانيا اللعبة خلاص يكون فيه لياقة
ويكون في تركيز، لكن في تكنيك. يعني كرة القدم في لها خطط، كرة السلة لها خطط، التنس له تكنيك معين. هل هذا برضو الموضوع ينطبق على رياضة ركوب الدراجات في السباقات؟ طبعا التكنيك مرة مهم. السباق الدراجات أول شيء سباقاتها أنواع مختلفة. في سباق اللي هو الفرد العام اللي كلنا ننطلق مع بعض، في سباقات التي تي، في سباقات المضمار، في سباقات الجبلي، في السباقات اللي فيها صعود. فكل واحدة لها تكنيك، وطبعا كل واحدة لها اختصاص. التكنيك من التكنيك كيف تتعلم، كيف يتعلم هذا الشخص اللي دحين بدأ دوب ويدخل دراجات؟ التكنيك المدرب هو العامل المرة مهم إنه هو يعلمك هذه الأشياء. ثانيا نفس الممارسين للدراجات معاكي، ما أنت تشوفي منهم هم يعلموكي. طبعا يعني أنت تسألي يوروكي تتعلمي منهم، تحاولي تسوي يعني تاخذي الخبرة من نفس الدراجين اللي معاكي كمان. وكمان السباقات هي اللي تعلمك الخبرة، بس كل نوع من أنواع السباقات هذا له تكنيك. يعني الناس اللي يسابقوا تي تي لهم تكنيك معين، وهذا كمان يعني المدرب نوع التمارين هو كمان اللي يعطيك هي تساعد على تعلم هذا التكنيك. طبعا بس عشان نوضح للجمهور والناس اللي تسمعنا، ان درجات التي تي اللي هي الدراجات اللي تكون انسيابية جدا بشكل معين وبلبس خوذة معين وبأداء معين. طيب كابتن، أكيد في أسئلة كثيرة قاعد تجيني الآن راح أناقشها معك، لكن إذا سمحتي لي ضيفتي العزيزة أنا راح نطلع فاصل قصير. مستمعينا فاصل لثواني وأكيد نرجع لموضوعنا اللي فعلا يحمس. أنا شخصيا عندي أسئلة كثير للكابتن دانيا. أكيد مستمرين معكم في جدد حياتك برعاية بيكير، بيكير لحلول التأمين. أكيد يعني خلنا نأخذ بس حاجة بسيطة عن بيكير وأشرح لكم مستمعين ومشاهدين وش بيكير. بيكير هي منصة تقدر تأمن فيها كل أنواع التأمين وبأسعار مضمونة أنها ما تتغير، وبأسعار تنافسية أكيد ما راح تلقى أرخص من كذا، وأكيد أنك راح تأمن بالشيء اللي فعلا يناسبك، ما يحتاج تأخذ تأمين من نوع جدا عالي وانت قد يمكن منشأتك أو عائلتك أو موظفينك يكون ما يحتاجون هذا النوع من أنواع التأمين. أكيد يسوي لك دراسة متكاملة ويعطونك تأمين مناسب لك وللمنشأة أو للنشاط اللي انت قاعد تسوي. كل هذا في بيكير وبسرعة عالية وبضمان الأسعار. طيب مستمعينا نرجع لحديثنا عن رياضة ركوب الدراجات للنساء مع الكابتن دانيا عدنان. كابتن، في ناس يقولوا لك والله هي خلاص ما نجح في هذا الموضوع أو ما زبطت مع موضوع الدراجة أو ما زبطت معها وجاها زي اليأس وذا، وش تقدر توجهين لها رسالة مثل هؤلاء؟ شوف أنا بالنسبة لي صراحة الموضوع الاستسلام هو في كل حاجة مو بس في الدراجة. يعني إذا شخص استسلم معناه أنه ما يقدر ينجح في حياته بأي شيء. ممتاز. لازم الحافز. يعني كلنا أخفقنا، كلنا فشلنا، كلنا ما نجحنا. أنا عن نفسي خسرت. طبعا هذا الشيء بالعكس المفروض يعطي حافز أكبر إنك المرة الجاية حتسوي أداء أحسن عشان تفوز، عشان ما تجيك لحظة الفشل هذه، لحظة القهر، الحزن إنك أنت تفشل. بالنسبة لي بالعكس أنا عن نفسي صراحة الفشل يعطيني حافز أكبر إنه أنا أنجح المرة الجاية. وأستغرب الناس اللي تفشل وغير كده. أنا صراحة قابلت تقريبا من الدراجين من غير ذكر اسماء في اللي زعلت عليهم صراحة لأنه كان مستواهم مرة حلو، فجأة قرروا إنه هم خلاص يوقفوا مع إنه كان لهم من مستقبل مرة حلو في الدراجات. وتكون أسباب غير مقنعة تكون برضو، بس بفشل مرة واحدة خلاص. طيب جدا مو مقنع ده شيء بالعكس. طيب رياضة ركوب الدراجات هل هي لفئة معينة أو لعمر معين سواء كان كممارسة ولا كاحتراف؟ لا أنا ما أشوف إنه رياضة الدراجات لها عمر محدد، بالعكس أحس عمر مفتوح سواء للصغار ولا لكبار السن. في أي عمر يعني رياضة الدراجة هي صحة في البداية ولياقة وغير كده. يعني شفت بنفسي إنه في أعمار كبيرة وأعمار صغيرة كلهم يمارسوا دراجات،
وأحسها لعبة تراكمية الدراجات، يعني كل ما أحس زاد العمر في الدراجات كل ما أتطور المستوى أكثر. ممتاز. طيب كابتن، في هنا ناس يقولون لي أن إذا قسمنا رياضة ركوب الدراجات إلى ثلاث فئات، هل هذه الثلاث فئات صحيحة والواحد يقدر يستفيد منها؟ الأولى هي لرفع مستوى اللياقة، الفئة الثانية اللي هي للتخسيس والتنحيف، وهذا أكيد ناس كثير قاعد تركز فيه، ممكن ناس تركب دراجات عشانه، والفئة الثالثة اللي تأخذها للترفيه والتنفيس عن النفس وطرد الطاقة السلبية. نتحدث عن نوع من هذه الفئات، هل هي فعلا فعالة؟ طبعا كترفيه، في البداية كترفيه صراحة مرة ممتعة، بس لما تكون مع جروب صحيح يعني تقضي ساعات على الدراجة وانت ما تحس، صحيح، خاصة كمان في الأجواء الممتعة لما تكون أجواء شتوية. وسبحان الله، يعني المملكة العربية السعودية في كل المناطق اللي فيها في أماكن جدا جميلة. الرياض يعني أكيد في منطقة الرياض، في الوديان، وادي حنيفة، والمناطق هذه مناطق جدا ممتعة، في الصيف تكون جدا باردة، وحتى في الشتاء تكون ممتعة. في المناطق الساحلية برضو على البحر، في المنطقة الجنوبية أكيد المرتفعات هذه جدا جميلة. أنا أتكلم عن البحر دائما لأنه في جدة أنا دائما على الكنش. ممتاز. والله أنا جربت في الرياض، رحت وادي حنيفة قبل، صراحة جدا ممتعة. جربنا قبل كده في أبها، مناطق جبلية ومناظر مرة حلوة. يعني في كل مكان لها مناطقها، حتى العلا برضو فيها أماكن جدا جميلة صراحة. العلا يقولوا أحلى مسار الدراجات. صحيح. ما جاتني فرصة إني أروح العلا، بس إن شاء الله قريبا يعني. لا فيها مسارات الرود أو المسارات اللي هي دراجات الطريق اللي يسمونها، وفي اللي هي الجبلي. طيب إذا أخذنا النوع الثاني اللي هو رفع المستوى اللياقة في الدراجات، خلينا نتحدث عن هذه الفئة. أيوة طبعا ترفع مرة مستوى اللياقة الدراجات. طيب يعني والتخسيس حتى بالنسبة للرياضات الثانية، يعني يمارس دراجات عشان يرفع اللياقة حقتهم. احنا نشوف لاعبين كرة قدم من ضمن تمارينهم انهم يركبون الدراجات، سواء كانت الدراجات العادية او الدراجات الثابتة. ايه بالضبط، لانها ترفع مرة مستوى اللياقة. طيب والناس اللي يبغون ينحفون، او يقول لك انا ابغى انحف، ولا تبي تنحف؟ والله يعني صراحة انا الدراجة احسها اكثر من المشي، اكثر من المشي والجري انها تنزل الوزن. حتى الدراجات اللي في النوادي الرياضية يعني تساعد في هذا الشيء. ممتاز. يعني نقدر نقول بصراحة مفيدة في كل. وش تبغى؟ تبي رياضة؟ تبغى تحت؟ اي بالضبط. اضف فئة كمان انا رابعة اللي هي فئة السباقات. لا هذه السباقات، هذا لكم انتم ما شاء الله المحترفين، ان شاء الله نوصل لمستواكم كابتن. طيب كابتن، خلينا نتحدث برضو ايضا عن المستوى الصحي. يعني فيه انا ما اخفيك، انا امارس رياضة ركوب الدراجات بشكل جدا كبير، واشوف في ناس تحب رياضة ركوب الدراجات تقول انها غيرت حياتهم، اللي كان يعاني من بعض الامراض، او الناس اللي في امراض تكون متعبتهم مثل السكري، مثل الضغط، امراض كثيرة، ممكن الدراجة تكون ساعدتهم انهم يعني تخفف من هذه المشاكل اللي قاعدين يعيشونها. كمان مفيدة لصحة القلب. يعني الرياضة مرة كويسة يعني لصحة القلب بشكل عام، مو الناس اللي عندهم أمراض القلب لا. صحيح. يعني وغير كده الأمراض اللي عندهم أمراض السمنة والسكري كمان مفيدة لهم جدا. يعني الدراجة من جد هي مو بس هي ستايل اللايف حق الحياة. صحيح. غير كده الصراحة الأدرينالين اللي يفرزه خلال التمرين وبعد التمرين هذا يعني يعطي أنت عارف كيف لما تخلص من الرياضة تحس نفسك فرحان. صحيح. صحيح. أي رياضة تانية فعلا يكون رايق الواحد يكون الدراجات بالنسبة لي لها متعة تانية، وغير كده أنها مرة صحية. ممتاز. راح نطلع فاصل كابتن اكيد، وراح ناخذ اسئله المستمعين، وفي عندي المحاور الكثيره اللي عدتها زميلتي منال عبد الله. مستمعينا فاصل ونرجع نستكمل حوارنا. كابتن دانيا، خليني اخذك على اخر فعاليه صارت، يعني الاتحاد السعودي، صراحه نوجه لهم الاتحاد السعودي للدراجات وايضا وزاره الرياضه في دعم رياضة المرأة، صراحة لهم دور جدا كبير، مشكورين عليه. آخر فعالية كانت اللي هو عيد الدراجين، يعني مناسبات الجميلة، اليوم الوطني، يوم التأسيس، عيد الدراجين،
بصراحة والله شيء شيق وجميل. عيد الدراجين الفعالية هذه، كيف شفتي مشاركة المرأة في هذه الفعالية؟ صراحة العدد بشكل عام مرة كان حلو ومشرف من كل المشاركين سواء الدراجين ولا الهواة، خصوصا السيدات، يعني حلو دائما تواجد العنصر النسائي في هذه الفعاليات. وغير كذا احنا في أيام العيد صراحة أنا تفاجأت بالعدد هذا وكيف يكونوا متواجدين في أيام العيد، وتعرف كيف العيد في البداية احنا أول الأيام الواحد الكل يكون مشغول. صحيح، بس صراحة الفعالية مرة حلوة، والاتحاد السعودي للدراجات دائما يعني هو صراحة متواجد في كل الأيام المهمة، إنه دائما المسيرات هذه يسويها. بالعكس هذا يحفز كل الهواة والدراجين على المشاركة وعلى رياضة الدراجة وحبهم للدراجة، وهذا يعني يخليهم يستمتعوا لما يشوفوا عدد كبير من الدراجين هم يعني مع بعض ويقطعوا مسافات زي كذا. بالعكس يحمس ناس كثير إن هم يجربوا هذه يخوضوا التجربة هذه. تحدثت انت عن الاتحاد السعودي للدراجات، واكيد اللجنه النسائيه اللي في الاتحاد. خلينا نشوف دور اللجنه تحديدا في دعم المراه صراحه في رياضه كوب الدراجات، وش قدموا لكم؟ صراحه اول شيء حابه اشكر سمو الامير مشاعل بن فيصل بن عبد العزيز ال سعود على ترشيحها لي، وهي رئيسه اللجنه النسائيه. وصراحه على مع وجود اللجنه النسائيه كان في وجود لمنتخب السيدات، يعني هم اللي اضافوا للمنتخب السعودي العنصر السيدات، لانه ما كان في منتخب بس كان رجال بس، فخلى ابرزوا السيدات الموجودات هناك وخلونا نشارك المشاركات الخارجيه ودعمونا بكل حاجه. وهم اللي اصروا على وجود على انه لازم يكون في الدوري السعودي للسيدات وكثرة السباقات عشان تطوير المستوى. فاللجنة النسائية هي سبب إنه المنتخب أنشئ من سنة 2021، وغير كذا الدوري السعودي دحين له سنتين وجدا يعني في نجاح، سواء المنتخب السيدات سواء الدوري السعودي والأندية السعودية كلها اللي استضافت البنات السعوديات، صراحة كله كان نجاح يعود للجنة النسائية. طيب نسمع احنا كابتن عن طواف المملكة، طواف أوروبا، هل في فريق نسائي أو نساء يقدرون يمارسون مثل هذه الفعاليات؟ طبعا أكيد في، يعني في قبل كده صار طواف أبها شاركوا في عدد من البنات السعوديات، وأكيد مستقبلا حتصير في حتكون في طوافات بمستوى خارجي سواء مستوى عربي ولا مستوى عالمي إن شاء الله، وحيكون لهنا مشاركة فيها. ممتاز. طيب من الأسئلة اللي جاتني هنا، هل تحتاج رياضة ركوب الدراجات لإتقان رياضة أخرى؟ يعني إحنا قبل شوي لأننا تكلمنا قلنا أن كل الرياضات وكل الرياضيين عشان يمارسون رياضاتهم يستعينون بالدراجات علشان يقوون لياقتهم، ده هل أحتاج أنا أني أتعلم رياضة ثانية عشان أمارس هذه الرياضة؟ ما تعتبر رياضة، بس هو تحتاج وجود الجيم يعني حديث بالنسبة للدراجين. بشكل عام الدراجين اللي عندهم اللي يعني بالنسبة للهواة ما أتوقع أنهم يحتاجوا الجيم، بس بالنسبة للدراجين اللي أتعدوا مرحلة الهواة وفي بداية الاحتراف يحتاجوا أن يروحوا الجيم ويلعبوا حديث. بالنسبة في نوع من أنواع السباقات اللي هو المضمار يحتاج وجود الجيم أكثر من الدراجة نفسها. ممتاز. يعني لازم الكتلة العضلية تكون أكبر كبيرة جدا يعني. ممتاز. كابتن شو رأيك باللي يتحجج يقول لك والله الجو ما هو مناسب، الجو حر، الجو غبار، الجو مدري إيش وذا، ويدور لأي عذر عشان ما يطلع يركب الدراجة، سواء كان يعني خلينا نتكلم عن العموم النساء والرجال. يعني أوكي أسمع أعذار مرة كثير، لأنه حاولت أقنع ناس مرة كثير بالدراجة يعني. طبعا أكثر عذر موجود عندنا في السعودية الحر بجدة، خصوصا الرطوبة. هو يعني هو صح كلامهم، بس لو أنت تبغى الشيء أكيد يعني سواء مطر، غبرة، رطوبة، حر، صحيح الواحد يقدر تمرن، حتخرج تمرن. بس يعني في أصلا في حلول تانية، في جهاز التاكس اللي في البيت يعني يقدر يمارس الدراجة وهو في البيت، وتعطيله نفس الفائدة يعني
نفس الأفكت حق الشارع، القهوة وزي كده، يعني ما في حجة، بس في الناس لما تحط حجج خلاص. أقدر صحيح. طيب كابتن، هنا في سؤال يقول هل أقدر أخلي رياضة ركوب الدراجات هي رياضتي الأساسية وتغنيني عن باقي الرياضات؟ طبعا، لأن الدراجة بتحرك كل أعضاء جسمك، يعني يدك، رجلك، تستخدم كل شيء، فتغنيك عن أي حاجة ثانية. من أكثر الرياضات المفيدة للبطن، أنا قاعد أقرأ لك الأسئلة اللي قاعد تجيني الآن، من أكثر الرياضات المفيدة لعضلة البطن، كيف يكون هذا الشيء والبطن ثابتة ما تتحرك؟ لا، لما البطن مرة ما تكون ثابتة، ترى مرة إنك أنت يعني دراجة، بالعكس إنك تقوي الدراجة، تقوي منطقة الكور صحيح. مر جدا، ومنطقة البطن تحتاجها خصوصا في وقت السبرنتات، وقت الجهد هو العالي اصلا الواحد، يعني الواحد لو جرب وهو قاعد يمارس رياضة ركوب الدراجات وحط اصبع على بطنه يشوف كيف البطن مشدود أيوة، والبطن البطن قاعد مشدودة، يتحرك، تكون فهذا طول اكيد. الوقت تكون مشدودة. انا طبعا قاعد اسالك عن في اسئله من الناس اللي قاعد تسمعنا، وهي اكيد اسئله حتى برضو نسمعها من الناس اللي في الميدان والناس اللي قاعد يمارسون هذه الرياضه بشكل كبير.